كيف كلم الهدهد النبي الملك سليمان عليه السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم الحياة عجائب، حقائق ومعلومات عن طائر الهدهد. عجائب في حياة هذا الطائر، وهل يجوز أكل لحم الهدهد؟ وماذا يأكل هذا الطائر؟ عجائب في حياة طائر الهدهد. لقد وهب الله طائر الهدهد عينان قويتان، فهو يمتلك قوة في الإبصار، يستطيع من خلال عينيه أن يدرك وجود الماء في باطن الأرض، حتى قيل إذا رأيت الهدهد في مكان معين فاعلم أن الماء حيث وجد الهدهد. وقد وهب الله الهدهد منقارا طويلا يستطيع به أن ينقب في باطن الأرض، ويستطيع به أن يعثر على الديدان والحشرات في باطن الأرض، حيث يقول الحق تعالى في كتابه الكريم حكاية عن قول الهدهد للنبي الملك سليمان عليه السلام، يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فقوله الخبأ ذلك أن الهدهد كما نراه يضرب بمنقاره وينقب في باطن الأرض ليخرج الديدان والحشرات. لذا فإن الهدهد هنا في هذه الآية قد ذكر المخبوء أي المستور في باطن الأرض، فهو يتكلم هنا عن هذه الآية العظيمة التي مكنته بإدراك الطعام في باطن الأرض، والتي مكنته بهذه الآلة وبهذا المنقار الطويل العجيب الذي ينقب في باطن الأرض ليخرج الطعام الذي يتغذى عليه. فهو يتغذى على الديدان وعلى الحشرات وعلى اليرقات، وكذلك يتغذى على الثعابين الصغيرة وبعض الحيوانات والديدان. ومن عجائب هذا الطائر أنه يقوم بإفراز وإخراج مادة شديدة الكراهية، يفرزها داخل العش، ومن وظيفة هذه المادة أنها تبعد الفرائس والحيوانات المفترسة عن افتراس البيض أو افتراس صغار الهدهد، كما أن هذه الروائح الكريهة تساعد في جذب الكثير من الحشرات التي تقوم الأنثى بإطعامها صغار ولفروخها. متوسط عمر الهدهد 10 سنوات، ويدل الريش فوق رأس الطائر أو العرف أو ما يسمى بالتاج، يدل على حالته المزاجية. فإن كان هذا الطائر في حالة الفزع والقلق والخوف، إن الريش متساويا وناعما ومائلا إلى الأسفل. أما إذا كان في حالة قلق أو فزع أو خوف، فإن ريش رأسه أو العرف أو التاج إنه ينتصب ويتفرق كأنه في حالة فزع أو خوف أو في حالة هجوم. أما عن أكل لحم الهدهد، فإنه طبقا للشريعة الإسلامية فإنه يحرم أكل لحم الهدهد، لأنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل لحوم الهدهد وينهى عن قتله واصطياده. أما عن قدرة الهدهد الكلامية، فهل يستطيع الهدهد أن يتكلم كالببغاوات؟ إن الهدهد من الطيور الهادئة، فهو لا يتميز بالإزعاج أو التغريد المتواصل، ولا يصدر الأصوات إلا في موسم التزاوج بخلاف الببغاوات والعصافير.
هل يستطيع الهدهد على الكلام أو على تقليد بعض الأصوات كالببغاوات؟ بالطبع لا يستطيع الهدهد ذلك، ولكن كيف استطاع سليمان عليه السلام أن يتكلم مع الهدهد؟ علّه تواصل مع الهدهد كما تواصل مع النملة بلغة نحن لا نعلمها، فكل الطيور وكل الحيوانات لها إشارات ولها تعبيرات ولها حركات تستطيع بها أن توصل المعلومة وأن تتواصل مع غيرها. لعل سليمان عليه السلام أدرك هذه التعبيرات أو هذه الحركات ونحن لا نعلم شيئا، ولقد علم سليمان عليه السلام منطق الطير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.